مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. حلقه جديده والسادسه بدايه. الحقيقه قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقه، انا وزميلتي ساره اسمحوا لي الحقيقه باسم كل العاملين في قناه النادي الاهلي نتوجه للشعب اللبناني بخالص التعازي والمواساه الحقيقه نتيجه حادث الحقيقه الامس اللي مش بس هز قلب بيروت، لكن الحقيقه هو هز كل الدول والعواصم العربيه. ويمكن اللي يشوف ويتابع مش بس وسائل الاعلام المصريه، لكن حقيقه كمان ردود الافعال على السوشيال ميديا وقد ايه الحقيقه هذا الحادث تسبب في الم كبير جدا عند الشعب المصري، يدرك تماما عمق وقوه الروابط اللي بتربط بين المصريين واللبنانيين. ازمات كتيره جدا الحقيقه، ازمات سياسيه، ازمات اقتصاديه، ازمه الكورونا، وامبارح تفجير الامس بيزيد من معاناه لبنان. لكن الحقيقه كلنا ثقه انه الشعب اللبناني قادر على تجاوز ازماته. مره تانية خالص تعزينا لقتلى وضحايا حادث تفجير الامس، وطبعا تمنياتنا بالشفاء العاجل لالاف من المصابين الحقيقه اللي اصيبوا نتيجه الانفجار. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على حضراتكم. الحقيقه زي ما احمد قال بالظبط، بالرغم من حماسنا بقالنا فتره وتحضيراتنا لعوده النشاط الرياضي من جديد، سواء في مصر والدوري المصري اللي هيبدا بكره او في العالم والتشامبيونز ليج، ومستنيين مزيكه التشامبيونز ليج من تاني يا احمد، لانه الحقيقه الاحداث اللي حصلت في لبنان امبارح تحديدا في العاصمه بيروت خدت من فرحتنا دي، هزت فعلا قلوبنا زي ما احمد قال بالظبط. خالص التعازي للبنان حكومه وشعب. والحقيقه احنا السنه دي العالم كله عاش يعني سنه صعبه جدا، نتمنى يا رب ما يبقاش فيه اي ازمات تانية على الامه العربيه كلها وعلى العالم كله باذن الله. لكن لبنان بالذات ساره ليها مكانه خاصه جدا في قلوب المصريين طبعاً. اللي راحوا واللي زاروا واللي تعاملوا مع الشعب اللبناني، واللي عارف قد ايه هو بيحب الشعب المصري، واللي عارف قد ايه انه في شبه كبير جدا في الروح وفي الثقافة وفي التاريخ بيجمعنا بين الشعب المصري واللبناني تألم، وكما لو أن الحادث ده حصل لقدر الله طبعا على أرض مصرية. مرة تانية الحقيقة خالص تعزينا لأشقائنا اللبنانيين. الحقيقة حالة الحزن دي يمكن معها كمان حالة فرحة دخلت بيوت المصريين يا سارة بسبب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة. والحقيقة يمكن من النهاردة يعني من الصبح كل الناس بتبارك لبعض ألف مبروك طبعا لكل اللي قدر يتخطى المرحلة الصعبة دي من حياته، ونتمنى إن شاء الله إن اللي جاي بالنسبة لهم يكون أفضل بإذن الله يا رب. كمان عندنا النهاردة زي ما وعدنا حضراتكم بقى ندخل في حلقتنا، مواضيع حلقتنا يا أحمد زي ما وعدنا حضراتكم إن دايما هيبقى في قضية مهمة نناقشها في كل حلقة تبقى قضية مختلفة. امبارح أحمد كان بيناقش قضية وملف التحكيم اللي شاغل الرأي العام بقاله فترة، النهاردة كمان هيكون عندنا قضية مهمة جدا وما بتقلش أهمية عن قضية التحكيم، وهي مهنة وكيل اللاعبين، إزاي الكرة مع الوقت بقت بزنس كرة القدم. ده هنناقشه بالتفصيل إن شاء الله في حلقة النهاردة. نبدأ مع حضراتكم بالعناوين. الأهلي راح اليوم ويستأنف تدريباته غدا استعدادا لمباراة إنبي الأحد المقبل. الأهلي ينتظر الموافقة الأمنية لإقامة مباراة الوداد باستاد القاهرة. رئيس لجنة التظلمات يتحدث عن حالة واحدة لتخفيف عقوبة كهرباء. وزير الرياضة قرار عودة الحياة الكروية شجاعة لكل مؤسسات الرياضة. الإنتاج الحربي يعلن شفاء 13 حالة من المصابين بفيروس كورونا. تعديلات جديدة على قاعدة تراكم الإنذارات في دوري الأبطال والدوري الأوروبي. برحب بحضراتكم من جديد وندخل بقى في الأخبار. الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري
فايلر منح اللاعبين راحة من التدريبات النهاردة، والفريق المفروض ان هو يرجع من بكره للتدريبات من جديد استعدادا لمواجهه انبي يوم الاحد اللي جاي في اول مباراه مع عوده الدوري. كمان لاعبي الاهلي والجهاز الفني هيخضعوا طبعا لمسحه طبيه يوم الجمعه بعد انتهاء التمرين الصباحي، وده ضمن البروتوكول اللي اعلنته وزاره الشباب والرياضه واللي احنا عارفينه، اللي بيؤكد لازم يكون في مساحات طبيه لفرق الدوري قبل المباريات الرسميه بصفه دوريه. كنا اتاكدنا ان حمدي فتحي خلاص مسحته طلعت سلبيه، لسه مش عارفين هيشارك مع انبي ولا لا. بس كمان بمناسبه لعيبه الاهلي عايزين ناكد اللي احمد قاله امبارح في الحلقه، وانه مفيش اي مفاوضات من قبل النصر السعودي مع كهربا. ده اكد عليه رئيس النصر السعودي، هو كان المفروض يكون معانا لكن في دلوقتي ماتش في الدوري السعودي مع الهلال، النصر والهلال. بس تاكيدا لخبر امبارح مفيش اي مفاوضات مع كهربا، مفيش حتى ان وكلاء عرضوا كهربا على النصر السعودي. تمام، خليني اروح الحقيقه. ومناسبه النادي الاهلي، احنا كنا طرحنا على كل الجماهير امبارح سؤال وقلنا انه هيستمر معانا على مدار الحلقات كلها لغايه اول ماتش يلعبه النادي الاهلي، وفي الحاله دي ماتش امبي ان شاء الله يوم الحد اللي جاي. والحقيقه كان في اقبال شديد جدا، هي فقره كده بعنوان طلع المدير الفني اللي جواك. لكن الحقيقه كان في اجماع من اغلب الاراء اللي جت في على ست مراكز، يعني لغايه اللحظه بنتكلم على الشناوي في حراسه المرمى، علولو او علي معلول، ومعاه ايمن اشرف رغم انه ايمن عنده اصابه بسيطه في الكاحل، بس يعني في اتفاق من جماهير الاهلي على ايمن اشرف مع متولي وهاني في ناحيه اليمين، ونص الملعب السوليه وديانج حاجزين مكانهم. ده طبعا مش رايي انا، ده راي الجماهير اللي دخلت امبارح على صفحتنا على مواقع التواصل وحطت التشكيل امثل من وجهه نظرها. المراكز دي شبه محسومه، يبقى بقى الرباعي الامامي. ده لغايه دلوقتي لسه مش واضح، يعني في ناس بتتكلم على وليد، في ناس بتتكلم على مروان راس حربه، في ناس حتى اجاي مقتنع باجاي جدا كراس حربه، او في ناس بترشحه ان هو يلعب على الطرف ويبقى مروان راس حربه صريح. في الشحات طبعا حضراتكم عارفين ان هو بسبب العمليه اللي عملها ف يعني مستبعد، في ناس بتتكلم على قفشه، في ناس يعني الاربعه الرباعي الامامي ده لسه قدامه شويه، واحنا في انتظار برضو تصويت حضراتكم على البوست او على السؤال الخاص بايه هو التشكيل الامثل للنادي الاهلي في مباراه امبي. نروح لاخبارنا النهارده وصحيفه اليوم السابع يمكن كانت كتبت خبر النهارده نشرته، قالت فيه انه مسؤول النادي الاهلي بينتظروا الموافقة الخاصة من الجهات الأمنية على إقامة ماتش أو مباراة الفريق اللي هتكون أمام الوداد المغربي في عودة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة، واللي تحدد ليها يوم 3 أكتوبر اللي جاي إن شاء الله. الأهلي يمكن كان خاطب الجهات الأمنية خلال الساعات الماضية عن طريق اتحاد الكرة عشان تتم إقامة اللقاء المنتظر في استاد القاهرة بعد تحديد ميعاد 3 أكتوبر عشان يكون ميعاد لمباراه العوده. طبعا يا احمد مباريات الذهاب خلاص زي ما قلنا في المغرب، مباريات الاياب في مصر القاهره ان شاء الله. الفاينل هو اللي لسه ما تحددش، بس لو الفريقين مصريين خلاص على ارض مصر، لو مغربيين على ارض المغرب، ولو هنا فريق من هنا ومن هنا هي بقى الارض المحايده غير مصر والمغرب. مزبوط. طبعا طيب هنروح للمستشار عادل الشرباجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، قال إن الأهلي مش من حقه التظلم على عقوبة كهربا مرة تانية، وقال كمان إن في فرق بين التظلم والالتماس. طبعا احنا عارفين إن لجنة المسابقات عاقبت كهربا وإمام عاشور لاعب الزمالك بالإيقاف لحد نهاية الموسم بسبب الأحداث اللي حصلت في مباراة السوبر المصري في الإمارات، وده طبعا قبل ما اللجنة تقبل استئناف التظلم الأهلي والزمالك على العقوبات دي ويتم تخفيفها لعشر مباريات فقط بعد ما كانت لحد نهاية الموسم. كمان قال إن قرار لجنة الاستئناف نهائي لا يجوز الطعن عليه، بس يجوز للنادي أو اللاعب المتضرر إن هو يقدم التماس لاتحاد الكرة وفقا لما تنص عليه اللوائح والقوانين. كمان قال في تصريحات صحفية إن الالتماس ده لا يقدم للجنة الاستئناف بس هيتقدم لاتحاد كرة القدم، ولو كان في أسباب جديدة هيتم ساعتها تحويله للجنة. وقال كمان إن في حالة تقدم الأهلي بالالتماس لاتحاد الكرة هتنظروا الجبلية وهتتم إحالته للجنة الاستئناف في حالة وجود أسباب جديدة مقدمة علشان يتم بحث الأمر وإصدار القرار النهائي. عن موقف بقى الجنايني من طلب الأهلي، قال الجنايني رئيس اللجنة الخماسية أعلن موقفه برفض الالتماس تماما. قال إيه السبب الجديد اللي هيدفع الأهلي لتقديم الالتماس؟ أنا شايفة يا أحمد أنه كهربا يعني للأسف
وجوده مهم، للاسف ان هو متوقف طبعا، وجوده مهم الفتره دي مش بس بعد الاداء اللي عمله مع سموحه ولما كسبنا 4-0، لكن كمان لانه لسه ما اتحسنش موقف رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون، يعني محتاجين في البوزيشن ده. طبعا طبعا، بس هو طبعا يعني خلينا نقول انه الموضوع مشروط او مرتبط بشكل كبير جدا بوجود دليل يبرأ كهربا طبعاً. على الأقل يخفف مدة العقوبة، صحيح اتخففت من إيقاف لنهاية الموسم لإيقاف 10 مباريات فقط، لكن ده ما يمنعش أنه لو في أدلة جديدة من حق اللاعب ومن حق النادي أن هم يقدموها مرة تانية من خلال التماس، وتتحول الموضوع أو يتحول الموضوع للجنة مرة تانية عشان تشوف أو تدرس حجم العقوبة اللي تم توقيعها. نتمنى إن شاء الله بإذن الله كهربا الحقيقة يمكن فايق وعايز، وده شيء مهم جدا، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه يتم تخفيف العقوبة في النهاية. بس حتى لو ما كانش، أعتقد أنه في الأهلي اللي يسد فراغ، يعني عندنا الشيخ برضو ما شاء الله فورمة وفايق، وأعتقد أنه هنشوف أحمد شيخ جديد في الفترة اللي جاية، عندنا جيرالدو، عندنا أجاهي، يعني الحقيقة قدام عند الأهلي يعني الناحية الهجومية بنراهن عليه. طاهر طبعا صفقة من الصفقات الحقيقة، طاهر مستقبل كبير جدا، نتمنى انه، بس في لعيبة مجرد انتقالها للأهلي بيبقى بالنسبة لها تحقيق حلم حياتها وبيبقى نهاية المشوار، وفي لعيبة تانية عقليتها بتقول انه أول ما تروح الأهلي تبتدي مشوار جديد وتبتدي تطور من مستواك، ونتمنى إن شاء الله انه طاهر عنده كرة كويسة جدا، وإن شاء الله هيكون مفيد للأهلي ومفيد للمنتخب الأولمبي. يا أحمد بيلعب هنا ويلعب هنا، يلعب على طبعا أحسن الحقيقة. بالعمق، إلا إن هو لعيب تقيل، لعيب تقيل. تفتكر هيقدر يحجز مكان اساسي مع لعيبه كبار ونجوم زي دي بسهوله؟ المنافسه مفيده، يعني لما يبقى عندك وليد سليمان وجيرالدو واجاييه والشحات ورمضان وطاهر والشيخ طبعا، حاله المنافسه دي بتهالي مفيده ليهم جميعا، وفي النهايه المكان هيبقى محجوز بالتاكيد للافضل، ومفيش مدير فني في الدنيا عايز يخسر، يعني فاعتقد ده هيبقى في صالح النادي الاهلي وفي صالح اللعيبه دي في نفس الوقت. نروح لدكتور اشرف صبحي. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، الحقيقه النهارده عبر عن سعادته الشديده بعوده الحياه الكرويه مره ثانيه في مصر، بدايه طبعا نشاط هيستأنف من بكره، بدايه من بكره هتنطلق بطوله الدوري مره ثانيه بعد التجميد لفتره طبعا طويله 4 شهور او اكثر من 4 شهور بسبب فيروس كورونا. وزير الرياضه في تصريحات اعلاميه ليه قالها صباحا اليوم انه يعني في غايه السعاده بسبب عوده نشاط رياضي في مصر بشكل عام وكره القدم بشكل خاص، اللي بتعتبر ترمومتر بيعبر عن مدى استقرار المجتمعات، وقال انه احنا دورنا وخدنا كل الاراء وقررنا بشجاعه وطنيه تحسب لكل المؤسسات الرياضيه ان احنا نستكمل المنافسات في مختلف الالعاب. واتكلم كمان عن مدى عمل اللجنه الخماسيه، وقال انه الصالح العام هو اللي بيحركنا وانه في التزام دايما بالقانون. كورونا يمكن تكون عطلت بعض الخطط، ولكن كان في استجابه كبيره من الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، واحنا بنشكره على ده، وبنتواصل بشكل دايم مع اللجنه الاولمبيه، وبيحكمنا في النهايه القانون المصري بكل مفرداته. دكتور اشرف قال كمان انه اللجنه الخماسيه عليها انها تفكر في الخطوات اللي جايه، وعليها انها تحدد، ويمكن احنا الكلام ده اتكلمنا فيه لان احنا تناولنا موضوع اللجنه الخماسيه دي بدايه من اخر يوم في فتره عملها قبل التجديد ليها طبعا. وطالب دكتور اشرف صبحي انه يبقى في تحديد لخريطه طريق وفيما يتعلق بالجمعيه العموميه وقوامها واللائحه اللي بيتم دراستها ما بين اللجنه الخماسيه وما بين الفيفا عشان يبتدي طرحها في الجمعيه العموميه عشان يتم الموافقه عليها. وقال كمان ان نحن نترقب الامر بشكل يتلائم مع الصالح العام المصري، وكل الظروف يعني محتمله بالتوافق مع الاتحاد الدولي اللي وقف مع مصر الحقيقه في مراحلها الانتقاليه الصعبه، ونحن نحترم كل من يحترم مصر. وفيما يتعلق بقى، حضراتكم عارفين انه مصر بتستعد لاستضافه مونديال اليد 2021، قال كمان ان هم حددوا يوم 5 سبتمبر اللي جاي عشان يكون موعد هيتم فيه اجراء القرعه الخاصه بمونديال اليد، وقال انه تم الانتهاء من انجاز نسبه 98% من صالة العاصمة الإدارية اللي بتحتوي على 34,000 كرسي، وهيكون جاهز إن شاء الله عشان يستقبل منافسات كأس العالم في مصر، ويكون بعد كده الحقيقة واحدة من الحقيقة الإضافات الكبيرة جدا اللي بتضيف لرصيد المنشآت الرياضية في مصر.
الحقيقة استضاف مونديال اليد، استضاف مصر المونديال اليد خطوة مهمة جدا. أول مرة يا أحمد هيكون مونديال اليد بيتلعب ب 32 فريق بدل من 24 فريق، أول مرة من 2015 هيكون خارج أوروبا، خطوة مهمة لمصر إن هي تستضيف مونديال زي ده، وإحنا قادرين إن إحنا ننظم بطولة زي دي، بطولة أنت بتلعب مع دنمارك حامل اللقب، فرنسا اللي معاها أكبر عدد من الألقاب في البطولة دي، كنا خدنا المركز الثامن تقريبا في 2019. أنا بس آخر بطولة يد يا سارة بفتكر إحنا مصر أبطال عالم ناشئين. يعني الحقيقة الشباب المصري فرحنا وقدم مستوى مبهر، فبطولة على أرضنا وكرة اليد دايما المصريين عاملة زي الأهلي كده، لما تخشي بطولة عينك دايما على انك انت تلعبي او توصلي فاينل. ونظمنا بطولة اليد في افريقيا 2016 مزبوط. كانت تنظيم عالمي الحقيقة، يعني ان شاء الله هنشوف حاجة مبهرة على أرض مصر بإذن الله. أملنا كبيرة في المنتخب المصري ان شاء الله فيما يتعلق ببطولة اليد اللي هتستضيفها ولا هتلعبها او هتلعب على أرض مصر. في إطار الحديث عن مونديال اليد، وزارة الرياضة هتطلق خدمة إلكترونية بأربع لغات قبل كأس العالم لكرة اليد. دكتور أشرف صبحي وافق على تطوير منظومة البوابة الإلكترونية للوزارة، بوابة مصر للشباب والرياضة، عشان تنطلق رسميا بأربع لغات، هي العربية، الإنجليزية، الفرنسية، السواحلية، وده استعدادا طبعا لكأس العالم لكرة اليد اللي هتستضيفها مصر يناير اللي جاي. وزير الرياضة كمان قال في بيان رسمي النهاردة ان البوابة الإلكترونية منظومة إعلامية متكاملة، موقع إخباري، إذاعة على الإنترنت، قناة على اليوتيوب، صفحات للفيسبوك وتويتر وإنستجرام، يعني ده بيخدم شباب مصر في الداخل والخارج، وبتكون كمان جسر للتواصل بين شباب مصر والعالم اكيد. كمان قال ان هو بيعمل على تقديم خدمه جديده لبطوله كاس العالم لكره اليد، واللي هتقام طبعا في مصر زي ما قلنا وتتحدث باللغات الاربعه، عشان تكون معبره عما يحدث طبعا في ملاعب البطوله وتقدم خدمه للجماهير في كل مكان. كمان قال ان الدوله المصريه بتعمل على انجاح البطوله دي بكل جوانبها، والاعلام هو الوسيله الاقرب لتجسيد اللي بيحصل من نجاحات على ارض الواقع، وعشان كده بتقدم خدمات متعدده لضيوف المونديال قبل واثناء وبعد كمان البطوله، بالاضافه اللي بتقدمه الدوله من خدمات عشان تعكس مكان ومكانه مصر عالميا. على فكره يعني الرساله اللي بعتتها مصر في استضافتها لبطوله افريقيا لكره القدم السنه اللي فاتت كانت رساله مهمه جدا، واحنا كنا بنتكلم انه صحيح الحدث فيه مجمله حدث رياضي مهم بيهم القاره الافريقيه، لكن المكاسب الحقيقه السياسيه والاقتصاديه اللي بتتحقق من وراء استضافه احداث كبيره بالحجم ده مهمه جدا ولا تقل عن الحدث الرياضي في حد ذاته. التنظيم كان رائع جدا يا صحيح. احمد صحيح، ونتمنى طبعا احنا بنتكلم على بطوله عالميه طبعا. هيبقى في وسائل اعلام من كل مكان في العالم بتتابعها وبتغطي البطوله دي، الحقيقه بتعكس صوره مصر بشكل كبير على كل المستويات. نتمنى يكون تنظيم ناجح ان شاء الله باذن الله، زي بطوله فعلا افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله نروح للانتاج الحربي اللي اعلن عن شفاء 13 حاله من المصابين بفيروس كورونا، والحقيقه يمكن ده بشكل كبير احنا بنتكلم على كان 18 حاله تقريبا يا ساره في الفتره الاخيره اصيبت بفيروس كورونا، وده رقم يساعد الانتاج الحربي انها ترجع بسرعه. صحيح تاجل الماتش بتاعهم قدام فريق مصر، لكن ده يساعدهم بشكل كبير ان شاء الله، ونتمنى الشفاء العاجل لباقي الحالات المصابه ان شاء الله. ان شاء الله نروح لتعديلات جديده على قاعده تراكم الانذارات في دوري الابطال والدوري الاوروبي. كان في يا احمد اعتقد انه دلوقتي بقى في خلاص قوانين جديده، احنا عارفين الشامبيونز ليج راجع خلاص يوم الجمعه والسبت، ريال مزبوط. مدريد هيلاعب فكرني كده، ريال مدريد هيلاعب المان سيتي بارسا هيلاعب نابولي بي اس جي هيلاعب اتلانتا، يعني يوفنتوس مش فاكر، احنا فصلنا بقى لنا كتير قوي صراحه، احنا عندنا 8 ماتشات بس. خليني اقول لحضراتكم ايه موضوع التعديلات ده. احنا عندنا لاول مره بسبب طبعا ضغط الموسم وتاجيل الماتشات بتاعه تشامبيونز ليج، عندنا دي اللاج الثانيه من دور ال 16. دور الثمانيه السنه دي في تشامبيونز ليج هيتعمل بشكل مختلف، هيبقى مباراه واحده هتفصل بين الفريقين المتاهلين لدور الثمانيه، عشان كده اليويفا قرر ان هو يلغي الانذارات ما بعد دور ال 16، وده معناه انه طبعا عشان يخفف على الفرق وعشان يكون كل نجوم الفرق مستعده انها تشارك في بقيه مشوار البطوله، سواء دور الثمانيه دور الاربعه او النهائي ان شاء الله. وده معناه انتوا حضراتكم عارفين انه في 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 اوروبا لازم اللعيب ياخد 3 انذارات عشان يتم ايقافه، لو اتحولت الماتشات في الثمانيه والاربعه والنهائي لمباراه واحده مش مباراتين ذهاب وعوده، ده معناه انه اغلب اللعيبه هيكون عندها فرص انها تكمل ان شاء الله المشوار لغايه النهائي. ده اكيد بيسهل المهمه. يوفنتوس افتكرت لك هيلعب ليون،
اليوفي هيلعب ليه؟ بيقولوا انه هيبقى ماتش صعب على يوفنتوس، بس انا مش حاسه ده. احنا عندنا 8 كبار فرصهم كبيره جدا، يعني انا بتهيألي مان سيتي عمل سكور حلو قوي في سانتياغو برنابيو، اعتقد انه قادر على التأهل. عندنا البي اس جي، عندنا البارسا، وعندنا اليوفي. بتهيألي الفرقه دي مهمتها الى حد كبير. كان مفاجاه يا احمد، هو طول عمره الحقيقه، يعني الفرقه دي ازاي برضو تعمل فريق كره قدم من لا شيء، وده جزء كبير جدا ليه علاقه بالقدره على التمويل والقدره على الاختيار، اللي بقت الحقيقه بتمثل عنصر اساسي فيما يتعلق باختيار الصفقات. وبمناسبه الصفقات هنروح نشوف انفوجراف دلوقتي ساره يتكلم ويشرح لحضراتكم كده ازاي الصفقات بتتحرك، وازاي حجم الانفاق على اسواق الانتقالات اتغير في السنه في السنين اللي فاتوا. يعني مقارنه من 2010 ل 2019 احنا بنتكلم على حجم تضخم وصل او كسر حاجز 320% تقريبا، على الرغم من انه معظم التقارير يا ساره المتعلقه بسوق الانتقالات في الفتره الاخيره دي بتقول ان ازمه كورونا اثرت بشكل كبير جدا على قدره الانديه حتى الكبيره. انا بكلمك على انديه في حجم الانتر، اليوفي، المان يونايتد، على الانفاق على الصفقات الجديده. احنا فعلا طول عمرنا بنسمع عن ارقام كبيره، بس فجاه كده لقينا الدنيا اتغيرت. يعني من صفقه نيمار مبالغ طائله يا احمد. انا فاكر مارادونا لما اتنقل لنابولي بعد كاس العالم 86 اتنقل ب 15 مليون دولار في صفقه هزت اركان الكره الارضيه، لكن النهارده بقينا بنسمع انه كسر حاجز ال 100 بقى شيء طبيعي جدا. يعني جيدن سانشو لعيب دورتموند بنتكلم في، وهو لعيب طبعا كويس جدا، بس ما هواش اللعيب السوبر تقدري تقولي عليه انه صفقه توصل ل 120 مليون دولار. نروح للانفوجراف نروح للانفوجراف نرجع مره ثانيه.